أصحاب الفكر بيواجهوا مشاكل كتيرة جدا في مجتمعاتهم، يا إما بتهمشهم وما بتهتمش بيهم، يا إما مثلا يعني بتتقبلش أفكارهم بسهولة، وفي ناس جد بيتحاربوا بشراسة وبترفض أفكارهم، زي مثلا دكتور نصر أبو زيد اللي تهاجم في التسعينات واتهم بأن هو كافر وتفرق عن زوجته بدعوى الحسبة. زوجته دكتورة ابتهال يونس احتفلت بذكرى ميلاده 69 وأعلنت عن افتتاح مؤسسة للدراسات الإسلامية على اسمه. النهارده بيشرفنا في الاستوديو دكتور الصحفي محمد حربي كاتب الفيلم الوثائقي عن دكتور نصر أبو زيد، فيلم علامة نصر واللي تم عرضه في الافتتاح بتاع المؤسسة. دكتور صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك. ازيك يا فندم أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك ممكن استأذنك بس نرجع كده بالذاكرة لورا نفكر المشاهدين نهارك سعيد بإيه اللي حصل له بالظبط؟ إيه اللي حصل للدكتور نصر حامد أبو زيد في البداية، وإزاي الناس كفرته وكفرته ليه؟ هو قال إيه؟ عمل إيه؟ نفهم بس بعد إذنك. نرجع للبداية. في 91 أنا أجريت حوار مع الدكتور نصر حامد أبو زيد في الأهرام، وكان هذا أول حوار ينشر للراحل الكبير في الصحافة المصرية. كويس. في الحوار كان مبني على كتاب اسمه مفهوم النص، بيقدم فيه مفهوم النص. النص. يقدم فيه الدكتور نصر رؤية جديدة في تفسير النص القرآني. كويس. وهو مش تفسير جديد بمعنى أنه جديد تماما، هو كان امتداد لمدرسة قدمها الإمام محمد عبده ثم الشيخ أمين الخولي، وهي تعتمد على الدراسة البيانية أو البلاغية أو الأدبية للقرآن الكريم. كويس. لحد الآن وكان الأمور كويسة، وأنه نصر قدم باعتباره مفكر جديد والساحة الثقافية استقبلته بترحاب شديد جدا. الأزمة بدأت في 93 عندما تم تقدم للترقية في جامعة القاهرة ببحوث من ضمنها بحث عن الإمام الشافعي وكتاب عن نقد الخطاب الديني. في الجزء الأولاني في مفهوم النص تم الترقية الدكتور نصر أبو زيد إلى أستاذ مساعد دون مشاكل. في الترقية إلى أستاذ كتاب نقد الخطاب الديني انتقد بشدة استغلال الدين في الظواهر الاجتماعية اللي موجودة في مصر، ومنها ظاهرة شهيرة جدا وهي ظاهرة توظيف الأموال. هنا تمت محاربة نصر حامد أبو زيد باعتباره مفكر يقول كلمة شجاعة في رفض استغلال الدين في أغراض غير دينية أو غير سليمة. مين اللي حاربه في هذه الفترة؟ ليست المهمة، مش المهم الأسماء، ولكن المهم التيار. في تيار في مصر في من الثمانينات والتسعينات بيغلب فكرة قراءة النصوص الدينية وقراءة القرآن الكريم قراءة تقليدية، ويحاول قراءة تقليدية لا تتسق مع روح العصر ولا تتسق مع روح النص القرآني نفسه. كويس. يعني عندما يقدم القرآن الكريم يعني نفسه باعتباره الدين حسب الوقت والزمن اللي هو فيه، مش ربط ميكانيكي مع الزمن، هو قراءة النص بما يقتضيه النص نفسه. النص قدم نفسه باعتباره رسالة من الله. دكتور نصر كان بيقول هذه الرسالة رسالة مقدسة من الله سبحانه وتعالى، لكنها مكتوبة لنا بلغة بشرية. عندما يتعامل الباحث معها بلغة بشرية كيف سيتعامل معها؟ أنا لا أملك وسائل القداسة. أنا لا أملك آليات الله سبحانه وتعالى في تفسير النص، أنا أملك أدوات بشرية أفسر بها النص بقراءتي أنا كبشر. دكتور نصر كان بيحاول يمنع القداسة عن التفسير البشري. القرآن الكريم تم تفسيره في مختلف العصور، وكل عصر كان بيقدم تفسيره وفق العصر نفسه وقراءة والأحداث اللي فيه. الناس في فترات الانحطاط ووقف الاجتهاد رفعت هذه التفسيرات إلى مستوى النص نفسه، وأصبح للتفسير قداسة زائفة طبعا تماثل قداسة النص القرآني، وهذا خطأ فادح. نعم. فيمكن اعتبار نصر حامد أبو زيد أحد المدافعين العظام عن قداسة النص القرآني وتخليصه من القداسة الزائفة اللي فرضها المفسرين والسلطات السياسية. يعني هو السلطة السياسية بترفع التفسير إلى مستوى القداسة ليه؟ عشان تمنع الشعب أو الناس أو المثقفين من محاسبتها. نعم. عندما تقدم السلطات السياسية بدءا من الدولة الأموية القرآن الكريم باعتباره سلطة. نعم. هي ما قدمتش القرآن باعتباره سلطة، قدمت قراءتها للقرآن باعتباره سلطة. يبقى تمنعني أنا أحاكمها أو أحاسبها أو أسألها. ده مش بس في الدولة الأموية، ده ظل مستمرا حتى الآن. إحنا الآن بنحاول استغلال الدين عشان نرفعه رافعة ترفع بها خطابنا البشري إلى مستوى القداسة. نصر كان ضد ده، عشان كده كان لازم يتحارب. مش مهم مين حاربه بالأسماء،
القضيه اصبحت اكبر من الاسماء، حتى اكبر من مصر نفسه. القضيه قضيه رؤى عقلانيه تثير اسئله حقيقيه حول النص الكريم وتجعله نصا غير متعالي وغير متجاوز لافهامنا وقدراتنا، وتيار اخر عاوز يثبت النص عند قراءه معينه بلحظه زمنيه معينه. من اول ما شفنا عنوان الفيلم حضرتك اخترت اسم علامه نصر، حضرتك اخترت العنوان ده ليه؟ حضرتك بتقصد بيه حاجه معينه؟ احنا بدانا الفيلم واحنا بنخطط للفيلم لتوثيق سيره الدكتور نصر من قحافه الى ليدن، اخترنا سكه ابو زيد. وكان الفكره بتاع سكه ابو زيد ان احنا نجيب او نرصد التيار العقلاني في العصر الحديث اللي حاول يقرا الدين قراءه عقلانيه، من اول امام محمد عبده، الشيخ امين الخولي، مصطفى عبد الرزاق، دكتور محمد احمد خلف الله. واحنا بنشتغل في الفيلم في هذا الاطار، الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد صديق نصر حامد ابو زيد الحميم كتب قصيده رائعه اسمها علامه نصر. حلو. بيقول فيها: ينده عليك الصحاب ترجع في صفحه كتاب، تنده عليك ابتهال ترجع في رد السؤال، ينده عليك الوطن تركب حصان الزمن وتعود علامه نصر. كلمة علامة نصر وقفتني. أنه علامة نصر نصر أبو زيد، وعلامة النصر الذي تحقق في ثورة 25 يناير وهي ثورة عقلانية ضد الخرافة وضد الأفكار التقليدية. إذن هذه العلامة اللي أشار إليها زين العابدين فؤاد في قصيدته الرائعة هي تقول فكرة الفيلم. فعلى طول غيرنا الفيلم من سكة أبو زيد إلى علامة نصر. الفيلم مدته قد إيه؟ الفيلم ساعة ونص، بيرصد مش بس سيرة نصر حامد أبو زيد المفكر، لا، سيرة نصر حامد أبو زيد الإنسان، سيرة نصر حامد أبو زيد المقاوم. يعني نصر حامد أبو زيد نموذج يجب أن الشباب تقتدي به في مسألة الإرادة. نصر حامد أبو زيد ولد فقير في أسرة فقيرة في قحافة في طنطا في العربية، لم يسعفه فقره أنه يكمل تعليمه، خد دبلوم مدارس صناعية وعمل فني لاسلكي في شرطة النجدة في المحلة الكبرى، لكنه بشهادة كل الزملاء وكان نهم جدا لقراءة كل الكتب الأدبية والفلسفية والدينية. نشأ في البداية نشأة دينية تماما وكاد ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في طنطا في الستينات، لكنه كان عنده نزوع عقلاني لقراءة النص القرآني، وكان عنده اللي مخليه يعمل ده أنه كان بيحاول يكتب شعر، وكان يعني زملائه كانوا بيسموه صلاح جاهين المحل لأنه كان بيكتب شعر عامي. الفيلم بيرصد ده، بيرصد البدايات الاولى لنصر حامد ابو زيد وتحوله الى العقلانيه. يعني هو لما بدا دراسه دخل جامعه القاهره سنه 68، دخل كبير في السن، كان استاذه وصديقه دكتور جابر عصفور. نعم. بدا نصر يدرس في اللغه العربيه، خد امتياز في في في, في الليسانس، ودي حاجه نادره ان حد ياخد امتياز في اللغه العربيه. لو عمل الماجستير والدكتوراه على طول يعني في وقت قصير. وعمل ماجستير بالغ الدلاله عن المجاز في القرآن عند المعتزلة، عند رواد العقل في التراث العربي. الدكتوراه عملها عن التأويل عند ابن عربي اللي هو إمام التصوف وكبير عائلة المتصوفة الإسلاميين الكبار. فجمع نصر ما بين عقلانية المعتزلة والرؤى الروحانية والصوفية عند ابن عربي، فأصبح عنده تراكم خبرة معرفية وإنسانية في قراءة النص ساعدته. الفيلم بيرصد غربته لما سافر هولندا، الناس كلها هنا لما حصلت الأزمة بتاعة التكفير طلبته أنه يقول الشهادة. نعم. ويخلص نفسه في مصر، هو رفض. لا معلش يعني بعض الناس عند الحدة تاني. بعض الناس طلبوا من الدكتور نصر أيوة أن يطلع بيان يقول فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويثبت إسلامه، وكأنه مطالب أمام الرأي العام أمام الناس أن يثبت ما بينه وبين ربه، فهو رفض. لأنه هنا هيثبت محاكم التفتيش. إذا أنت قلت أنا جيت اتهمتك بالكفر وقلت لك إيه، أنت بس لو قلت قدام الناس أو قلت في محكمة أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة بينك وبين ربنا، مش من حق حد يطلع على ما بينك وبين الله. لكن لما راح هولندا أول محاضرة في جامعة ليدن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب إحنا هنرجع لكلامنا تاني، بس عايزين نشوف مع بعض جزء من الفيلم ونرجع مرة تانية. تمام. تترك حيران السكن تضحك لها وتمر، شايلة يمينك كتابك، شايلة الشمال
في رد السؤال، ينده عليك الوطن تركب حصان الزمن وتعود علامة مصر. نصر كان من أهم الشخصيات اللي في حياته نبي الإسلام. الدكتور نصر أبو زيد لما جه كانت القضية في زمن استبدادي قائم على تحالف بين سلطة استبدادية وجماعات إسلامية. تجريف العقل طبعا ظاهرة مشهودة في المجتمعات العربية وفي المجتمع المصري. أنا الحقيقة كنت من الناس المعترضين بشدة على اتهام نصر أبو زيد، مع أني مختلف معاه في اطروحات كثيرة، لكن كنت ضد اتهامه بالكفر. كرسي دائم في جامعة ليدن المحافظة لشخص مسلم منفتح وخطر. الإسلام يجب أن يرى دائما كعدو في تلك الفترة. الساعة 5:30 الصبح قلبي اتمزع واتمطرت، بس ما كنتش عايزة أصدق. رحم الله أخي وعزيزي الأستاذ الدكتور نصر أبو زيد، وأكرر الدعوة أنه إن شاء الله يجد عند ربه أفضل بكثيرا مما وجده بيننا. رحمة الله عليك يا أخي العزيز الدكتور نصر حامد أبو زيد. شكرا. ونرجع مرة تانية لحضرتك، وكنا بنتكلم على الشهادة وإن هو رفض إن هو يقول الشهادة لأن دي حاجة بينه وبين ربنا. في ليدن قالها، لأنه هنا حتى لا يفهم في هولندا أنه هذا الرجل من خارج الإسلام. قال لهم لا، إذا كنتوا فاكرين بتعبير الدكتورة تهال يونس رفيقة الدرب في الفيلم، قالت إذا كنتوا فاكرين أن أنا جاي ضد الإسلام النمرة غلط، أنا من قلب هذا الدين ومن قلب هذا المجتمع، ولو بقدم رؤى نقدية للنص الديني لا أقدم رؤى للنص القرآن، أقدم قراءة للتفسيرات نفسها. الدكتورة بتهال أشارت إلى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحب الشخصيات إلى نصر. في حاجة في الفيلم أنا شايفها من الحاجات المهمة اللي أشارت إليها الدكتورة بتهال، رسالة كتبها الدكتور نصر حامد أبو زيد إلى الرسول الكريم. كان خالد الدكتورة بتهال في رحلة إلى الحج، فالدكتور نصر كتب له رسالة قال له أرجوك حط دي عند قبر الرسول، بيقول له فيها يا سيدي يا رسول الله، حاولت أفسر دينك للناس حاربوني، مش هقول غير اللي أنت قلته في الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هذا هو نصر حامد أبو زيد. عشان كده الدكتورة ابتهال يونس، وأنا أحب أتكلم عن ابتهال يونس الآن لأنها أثبتت أن المرأة المصرية نموذج رفيع للشجاعة. هذه السيدة اللي فرقوها عن زوجها قصرا رفضت هذا الحكم وظلت إلى جوار، مش زوجها بالمعنى التقليدي، هو صديقها وأستاذها نصر حامد أبو زيد. من أيام احتفلت الدكتورة ابتهال بعيد ميلاد نصر وهي ترفض الاحتفاء بذكرى رحيله. في الاحتفال ده قدمت حاجة رفيعة المستوى، وهي مؤسسة نصر حامد أبو زيد للدراسات الإسلامية. دي أفضل هدية قدمتها ابتهال لرفيق دربها، لأنها نصر وإن كان لم يطلق من زوجته لأن الحكم محكمة النقض تم وقفه، لكن تم بينه وبين تلامذته في جامعة القاهرة طلاق فكري. دكتورة ابتهال تحاول أن تعيد هذه العلاقة الآن لصغار الباحثين لتثبت أن منهج نصر حامد أبو زيد لم يمت ولن يموت. أستاذ محمد تفضل. أرجوك سامحني، أنا قاعد دلوقتي في فقرة يعني ثلاث أرباع اللي بيتفرجوا علينا أكيد بيسألوا سؤال، إيه هو عمل إيه لدرجة أنه الناس تكفروا وأن الناس من خلال المحكمة تبعدوا عن زوجته عشان هو كافر، وأن هو تقريبا يتنفى لهولندا ويروح هناك ويقول أنا مسلم، لو فاكرني أن أنا مش مسلم لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول الله. لا يعني أرجوك يعني فهمنا هو إيه اللي قاله خلى كل الناس دي تتقلب عليه. نصر حامد أبو زيد اجتهد في زمن لا يسمح بالاجتهاد. نصر حامد أبو زيد قال زي إيه؟ أنا هقولها يعني. هو الدكتور علي مبروك أحد تلامذة الدكتور نصر قال قرئ الدكتور نصر قراءة سيئة النية وقراءة موجهة. هديك مثال بسيط. دكتور نصر بيقول علينا أن نتخلص من سلطة النصوص. عندما تقرأ في الصحف أو تقرأ في المنابر
بتقول ان نصر ابو زيد بيطالبنا بالتخلص من النصوص، يعني ما خدش النص زي ما هو، لا هو ما قال له وفسره حسب مثلا هو الراجل ما قالش اتخلص من النصوص، قال اتخلص من تحويل النصوص الى سلطه. فيقولوا انه الدكتور نصر ابو زيد بيطالبنا بالتخلص من النص القراني. طيب انا لما اسيء استخدام النص القراني باي شكل من الاساءه بضر النص القراني، ولا لما نصر بيقول لي خلص هذا النص من انه يكون سلطه مفروضه على الناس؟ ايهما اخطر؟ هنجد ان الاخطر اساءه تفسير القران او تثبيت النص القراني عند مرحله معينه من المراحل التفسير. نعم انا القدام كلهم او الموروث، انا لا ادعو الى الغاء الموروث كله، نعم، لكن ادعو الى ان يكون لنا اجتهادنا. نعم يدعو الى يكون لنا اجتهادنا في قراءه النص وفق زماننا. في ايات في القران الكريم لم تفسر حتى الان تفسيرا كاملا، بدليل في ظاهره كبيره جدا في العصر الان اللي هو التفسير العلمي للقران. نعم هل كان التفسير العلمي للقران موجودا في القرن السابع الميلادي؟ هل كان التفسير العلمي للقرآن موجودا منذ قرنين مثلا من الزمان؟ لا، هذه تفسير جديد نختلف معه ونتفق. الدكتور نصر حمد أبو زيد لما قال أن النص القرآني يجب أن لا يكون سلطة، بل يجب أن يكون ساحة لإنتاج المعرفة، نعم، والفهم والوعي، عشان نتعامل مع القرآن بإنسانية، بإنسانيتنا احنا، بقراءتنا الإنسانية. ده خطورة ما قاله نصر. إنما نصر لم يدعو إلى إلغاء النصوص أو إلغاء النص القرآني أو إلغاء فكرة القداسة عند النص القرآني. نعم الخطورة هنا بقى عند النص المتاكد، أنه لما طلع كتاب نقد الخطاب الديني هاجم توظيف الدين. نعم طب هم هيهاجموه إزاي هنا؟ ما فيش في الدستور أو في القانون المصري جريمة اسمها التكفير. فلجوا إلى أضعف حاجة، إلا أنه هذا الرجل المسمى مرتدا يجب أن يتزوج هذه السيدة المسلمة. اعتداء على خصوصية الإنسان. مش اللي يعمل كده المفروض ان زوجته هي اللي ترفع الدعوة؟ ما هو ده قانون الحزبة اللي تم إلغاؤه بسبب قضية نصر، وتم إنقاذ، يعني احنا جايبين في الفيلم انه لما قضية نصر تم إنقاذ اكثر من حوالي 95 مفكر وباحث كانت مرفوعة عليهم قضايا برضو تطليق. السؤال بتاع حضرتك بيحلني الى الماضي قليلا. الدكتور نصر مش اول باحث يتم تكفيره او مهاجمته يعني. نعم الدكتور طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي قال كلام رآه الكثيرون كفرا، ورآه البعض اجتهادا علميا يصيب ويخطئ. الدكتور طه حسين كان محظوظ عن الدكتور أبو زيد، لأنه وكيل النيابة محمد بيك نور أو رئيس النيابة قرأ كتاب في الشعر الجاهلي وانتقد الكتاب نقدا علميا رصينا أثبت الأخطاء العلمية الموجودة فيه. ولكنه قال في النهايه ايه؟ هذه اخطاء بحث علمي. نعم. لا هناك مفيش نيه فيها ولا رغبه في الاساءه للدين او ازدراءه. نعم. فقال القضيه مش ما تنظرش بالاساس. وتم انقاذ الدكتور طه حسين اللي غير كتابه بعد ذلك من الشعر الجاهلي الى الادب الجاهلي. نعم. الدكتور نصر ما كانش محظوظ الى هذه الدرجه. المساله وصلت للقضاء، لكن جهود المحامين اوقفت حكم النقد بتطليقه من زوجته الدكتوره بتال. دائما دائما في العصور، في كل العصور، اي حد يخرج عن المألوف انه يفكر ويخرج عن المألوف بيحصل نقد ليه ومحاربه ليه. لكن الزمن بعد كده بيثبت انه العلماء دول او المفكرين دول، وعلى فكره ظاهره بشكل عام المفكرين قالوا في زماننا دلوقتي، لا هم ما قالوش في عصرنا احنا كشباب يعني، لا لا لا. قالوا متهيالي شويه عن زمان. خلينا يعني استخدم تفاؤل نصر حمد ابو زيد الله يرحمه. المفكرون لا يقلون، ولكن الاعلام لا يلقي الضوء عليه. عايز بس اسال هيك سؤال. اكيد الوقت ده كان صعب عليه جدا، مين بقى اللي وقف جنبه في محنته في الوقت اللي هو كان فيه محتاج يعني دعم ومحتاج ان حد يبقى وقف جنبه؟ كثيرون. لكن اهم من وقف جنبه ودعمه وناضل من اجله تال يونس. تالي يونس قدمت نموذج يعني يجب ان يدرس هو بحالتها. هي هذه السيده التي تعمل استاذه جامعيه للادب الفرنسي في جامعه القاهره تنكر ذاتها وتتفرغ تقريبا لنصر حمد ابو زيد بايمانها به، وايمانها مش باسلامه ودي حاجه بينها وبينها بالرب، لا، ايمانها بانه مفكر حقيقي وان يجب ان رسالته تصل للناس. ما فعلته بتالي يونس شيء نادر الحدوث ويستحق التحية، لكن وقف جنبه كتير
الشاعر زين العابدين فؤاد صديقه الغريب، دكتور جابر عصفور، مثقفين كتير في مصر يعني، دكتورة شيرين أبو النجا، أنا مش عاوز أذكر أسماء عشان ما أنساش، لأنه الكتيبة اللي وقفت جنب نصر كثيرة جدا وكانت موجودة في افتتاح المؤسسة بالمناسبة، وكانت موجودة في الفيلم بتاعك برضو. كتير جدا منهم، حتى يعني أنا الفيلم فيه أصدقائه في المحلة زي الروائي سعيد الكفراوي، زي الدكتور جابر عصفور. هل الفيلم ده حضرتك حطيته على اليوتيوب؟ لا ما حطوش، انا ابحث لان عن قناه تتحمل انها تعرض فيلم عن نصر حمد ابو زيد. هل كنت متواصل معاه في منفاه في هولندا؟ انا قبل ما يسافر كان المفروض اعمل معاه حاجه للاهرام ادافع عنه بعد الازمه، لكن منعت للاسف الشديد. فاتصلت بيه في مره فقلت له نصر معلش يعني سامحني مش قادر ادافع عنك يعني، فضحك وقلت له انت احوالك ازاي؟ فقال لي انا بيجي لي تهديدات بالموت. قلت له مش خايف؟ قال لي مش خايف لان انا في الخمسين دي سن الموت الطبيعي عند المصريين اللي بيموتوا بالهرسيا واللي بيموتوا بالامراض الحاجات المسرطنه، وانا مش اهم من اي مواطن مصري، ودي قيمه نصر حمد ابو زيد. عمره ما حط نفسه في درجه اعلى، كان دايما يتعامل بتواضع شديد جدا مع كل الناس. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد حربي، كاتب العلمي لفيلم علامه نصر، شرفتنا يا فندم وشكرا جزيلا لحضرتك. شرف لي انا، واحنا مشتاقين ان احنا نشوف الفيلم ده على فكره، يعني مهم جدا ان احنا اتمنى ان يكون في قناه في مصر عندها الجراه انها تعرض فيلم عن نصر حامد ابو زيد وتنصف الرجل بعد ان ذهب الى رب باذن الله. نشكر حضرتك جدا. انا متشكر. مشاهدينا بكده يكون خلص يومنا النهارده، بكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد، ونهاركم دايما سعيد.